الفترة اللي فاتت في الحظر كل الناس بدأت تتعلم حاجات أو تعمل حاجات. الرجالة اتعلمت الطبيخ، الستات بدأت تتكلم مع جوزها، في حاجات كتير حصلت. لكن أنا حبيت أعمل الفترة الحظر دي بطريقة إيجابية. أنا طول عمري غاوي فن ومهتم بالمقامات وبالأصوات والحاجات ديت، فقررت إن أنا أروح أتعلم آلات موسيقية متعددة يعني. فاتعلمت كذا حاجة، وحتى يعني قدرت أجمع دلوقتي دي زي ما انتم شايفين دي النوتة بتاعت أغنية نسم علينا الهوى بتاعت ست فيروز طبعا. بس فأنا هعزفها لكم دلوقتي بمنظور كلاسيكي جميل يعني، بس حاولوا تركزوا في المقام وفي التون وفي الحاجات، لأن الحاجات دي بتبقى مهمة جدا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. وشكرا، شكرا لاستماعكم واهتمامكم بالموهبة الجديدة اللي نشأة. السلام عليكم. هذه الحظر، مع السلامة.